لا أصدق أن خططي الشريرة كلها لم تنجح. كنت سأهزم أخي جيري فاعل الخير منذ زمن لولا تدخل الجاسوسات المزعجات في عملي. هل هكذا يكون مقر زعيم الأشرار يا رفاق؟ هكذا؟ وتقلص فريق الحمق الخاص بي إلى شخصين، اثنين. ماذا يفعل شرير مثلي؟ انتظر يا زعيم، عندي فكرة مدهشة ستنهي كل متاعبك. حقا؟ ما هي؟ لما لا؟ نقيم حفلا راقصا. لا شيء يرفع المعنويات أفضل من الرقص. من الأفضل أن أنسى الأمر. اهدأ يا تيرانس، إنني أسيطر على الأمر. اخترعت قطعة حلي جديدة تضمن إبطال قوة هؤلاء الفتيات المزعجات، وستتخلص مجموعة الحمقى من جيري ومن ووب نهائياً. هذا يبدو شريراً للغاية يا هيلغا، شرير بشكل رائع. شيء يسعد الفتاة أكثر من رحلة التسوق. بالإضافة إلى ذلك، فالتسوق هو أكثر شيء يسعد الفتاة. يا له من يوم، لقد اشترينا قطعا جديدة لمدة فصل الخريف. انظر يا بنات، أليست رائعة لأول يوم في الخريف؟ أنت مدهشة، ستحددين صيحة هذا الموسم. أحسنت بتقليدي يا جلوفر. بسرعة التقط صورة. ماذا تفعلين يا ماندي؟ أنا أحصل على دليل مادي على أنني اشتريت وارتديت هذه القطعة قبلك. محاولة جيدة، لكنك لن تكوني في أناقتي. سأعيد هذه القطعة للبائع. على الجانب المشرق، لن تذهبي إلى المدرسة بالزي الذي تضعه ماندي. هذا غريب، لأول مرة أرى هذا المتجر. هل هو جديد؟ هذا يعني لنا شيئاً واحداً، فرصة تسوق جديدة. مرحبا يا بنات، من الواضح لأنكن تقدرن الأشياء الراقية في الحياة. تبدين مألوفة بالنسبة لي، هل التقينا من قبل؟ ربما في معرض أزياء في باريس أو في محل تصفيف شعر. ربما. كفانا حديثا يا بنات، أرى أنكن صاحبة ذوق رفيع وتبحثن عن آخر صيحة في الحلي لهذا الخريف، أليس كذلك؟ إنها ماهرة. لدي ما تبحثن عنه يا بنات، مفاجأة. هذه أجمل أساور رأيتها في حياتي. وأفضل شيء أن ماندي لم تشتري واحدة. سنشتري ثلاثة. ربما سترتدونها الآن، ستكون إعلاناً لأناقة الخريف. عرض أناقة عام مبكر؟ لا أظن هذا. أول يوم في الخريف غداً، وكما يعرف الجميع عدا ماندي، الصبر في الأناقة فضيلة. نعم، فضيلة. حسناً، استمتعنا بالأساور. أشعر أنها ستغير حياتكن للأبد. أحياناً أشعر أن التسوق أصعب من التجسس. على ذكر التجسس، أعتقد أنه سيفك السلعة. المرة المقبلة سننزل على السلم. ألا تتعبن أبداً من التسوق؟ نتعب من التسوق؟ التسوق من أعظم متع الحياة، عليك أن تجربه. قد أفعل هذا، أما الآن آنساتي، أنا قلق أكثر بشأن الجيم غين ميم الذي شهد قرب الساحل. جيم غين ميم؟ بمعنى الجسم الغاطس المجهول، وهو نفس شكل غواصة الحمقى الخاصة بتيرانس.
قد لا يستحق القلق. جيد، نستطيع التحقق منه لاحقاً. علينا الآن قياس أزياء الخريف. لكن بما أنني لم أسمع عن أخي منذ فترة، أريد كنا أن تتحققن من الأمر بسرعة. ألا تحصل الجاسوسات على عطلة أبداً؟ ليس والأشرار يعملون وقتاً إضافياً. سوف تحتاجن إلى بعض الأدوات. جلاديس، من أجل هذه المهمة لديكن النظارات الشمسية الماسحة، الفرشاة ملقية الشباك، وأحدث الأدوات الفرشاة ذات الأشواك. هل ترغبن في عرض لكيفية عملها؟ إنها مبتكرة للغاية. لا داعي يا جيري، نحن سنكتشف. يبدو أن عرض الأزياء سينتظر. أحياناً يكون العمل كجاسوسة لدوّوب مزعجاً. أتفق معك، ننشغل بالمهام ولا نقوم بالأشياء التي نحبها. لا عجب أن ماندي تحصل على أحدث الأزياء قبلنا. أعرف أنه مزعج، لكن أسرع طريقة للعودة إلى حياتنا هي إنجاز المهمة. ها؟ يبدو أننا عثرنا على الغواصة، هيا بنا ننهي المهمة. إنها غواصة الحمقى، أستطيع أن أتعرف عليها أينما كانت. حسناً، السقف مفتوح، أليس هذا مريباً؟ لنكتشف الأمر بالنظارات الشمسية الماسحة قبل الدخول إليها. هناك لجنة استقبال من مجموعة الحمقى في انتظارنا. أعرف أن الماء المالح سيفسد حذائي الطويل. أياً كان فهو هنا. بعد ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة. اثبت. لنرى ما الذي صدناه اليوم يا بنات. الغواصة مهجورة إلا من سرطان البحر. ترى أين يوجد تيرانس الآن؟ قد نجد بعض الإجابات هنا. انظر ماذا وجدت، إنه سجل القبطان على الإنترنت. أحسنت التسلل يا سام. مكتوب أن تيرانس تعب من حياة الإجرام، سيحل مجموعة الحمقى ويعود إلى وطنه ليعمل مدربا للكلاب. يبدو أن مهمتنا هنا انتهت. ألا يبدو غريباً أن يقرر تيرانس أن يعتزل الإجرام فجأة هكذا؟ ربما تقاعد. أعني لم يكن ناجحاً في عمله كشرير. نعم، وإذا عاد إلى الإجرام سنتولى نحن أمره. هيا نتصل بجيري. مرحباً أنساتي، ها ما الأخبار؟ رائعة، يبدو أننا لن نقلق بشأن الحمقى بعد اليوم. هل أنت واثقة من هذا؟ أخوك سيعود إلى الوطن ليدرب الكلاب. لديه موهبة تدريب الكلاب منذ الصغر. حسناً، لنأمل أن تكون حقيقة. أود أن أترك أيام الحمقى وراء ظهري. ونحن أيضاً يا جيري. في هذه الأثناء سأرسل عملاء لإنجلترا لتحري الأمر. رائع، لدينا وقت لتجربة الأزياء التي اشتريناها. لا أصدق أن أفضل عملاء ووب انخدعوا بخدعة سجل القبطان المزيف. ربما تغير حظي. رائع، إذن يمكننا إقامة الحفل الراقص. هذا الزي يستحق بعض التقدير. هل المكان يزداد بريقاً؟ لا، أنا السبب. على مقياس 1 إلى 10، هذه القبعة 10. أنا مستعدة لجلسة التصوير الآن. من يريد الماس؟ الأحذية هي بالفعل أفضل صديقة للفتاة. هذا الحذاء لا يقدر بثمن. بنات، نستحق أن نوضع في قاعة مشاهير التسوق. والآن وقت اللمسة الأنيقة الأخيرة، الأساور الجديدة. فجأة أشعر أنني لست بخير، أريد الجلوس. أنا أيضاً أشعر بدوار، ربما بعد ارتداء كل هذه الملابس. ما كان يجب أن نرهق أنفسنا.
الله. المتجر البريطاني، سوف أتعلم من الأنسات وأتسوق، ففي النهاية هو فعلا من أمتع الأشياء. أوشحة، مظلات، جوارب، هذا هو ما أسميه متجرا. أشعر أنني عدت إلى الوطن. أعرف ما تعنيه يا أخي. تيرانس، تصورت أنني لن أراك ثانية. اطمئن يا جيري، سنفترق قريبا إلى الأبد. هذه ستشعرك بقوة الحقيقة. للأسف ولا واحدة تناسبني. ها هي أحدث صيحة من أجل رجل على وشك أن يخسر كل شيء. يجب أن أعترف، هما ليس أفضل أتباعك. حتى الآن هما الأفضل، لا تلقي لهما بالاً لأن هذا الأمر بيننا. في هذه الحالة سوف أعطيك درساً آخر. تعال واجهني. دائماً يا أخي كنت ثرثاراً. كلمة أخيرة يا أخي العزيز. نعم، أنا الفائز. رأسي يؤلمني جدا. كم الساعة الآن؟ ليس المهم في أي ساعة، المهم أن أنام، فأنا أشعر بالتعب. وأنا أشعر أنني فقدت الاتجاهات، ثم لدي شعور أنني نسيت شيئاً هاماً. وأنا أيضاً. ثم لماذا ننام على الأرض؟ لابد أنه غشي علينا من التعب. لنسرع وإلا سنتأخر على المدرسة. من الواضح أن الجريمة لا توفر حق الصيانة، ماذا ستفعل هذه المرة؟ لا أريد أن أفسد الإثارة، أفضل أن تكتشف بنفسك. سنسحبك إلى وسط المحيط في هذه الغواصة المتهالكة وستبقى هناك. نعم، لكن لن نخبرك أفضل جزء في الخطة. ستمتلئ الغواصة بالماء تدريجياً، وبعدها يكون الوداع يا جيري. ترى ما هي خطتك الكبرى أيها العبقري؟ ستكون مفاجأة، لكنك لن تكون موجوداً لتستمتع بها. أياً كانت ستفشل خطتك، كالعادة ستنقذ سام وغلوفر وأليكس العالم. أخشى أن هذا لن يحدث هذه المرة. عرفت خطتنا، لكن لا شيء يمكنك أن تفعله. كنت سأقول إنني سعدت بمعرفتك، لكن هذا كذب. يصلح هذا الزي لموضة القرن الماضي. حسناً، نستطيع أن نقول إن عرضنا الأول لأزياء الخريف كان ناجحاً. إذن من توافق على رحلة تسوق في نهاية الأسبوع؟ تبدو فكرة مدهشة. للأسف لدي عمل. حقاً؟ أي؟ تصوروا للحظات، تخيلت أن لدي عمل. هذا خيال لا أكثر. بدلا من التسوق لما لا نفعل شيئا مسليا مثل القفز بالمظلات؟ هل جننت يا أليكس؟ نحن لا نفعل أي شيء خطر، بالأخص ونحن نلبس أحذية غالية. هذا أكيد، لنذهب إلى السينما كعادتنا. أرغب في مشاهدة فيلم عن الجاسوسية. هذا مضحك، لم أسمع هذا الصوت من قبل. الصوت يأتي من حقيبة يدك. لم أرى هذا من قبل، ربما جاء مع الحقيبة. يبدو كعلبة تجميل، ولكنها مزودة بكمبيوتر. فهمت، جرس تحذير من المكياج الكثير. آنساتي، حمد لله أن كنا هنا، تيرانس أخذني أسيراً. من أنت؟ وكيف دخلت في حقيبة يدي؟ يا
يا خبر، نجحت خطة هيلجا في مسح ذاكرة كن. أنساتي أنصتن إلي جيدا، أنتن جاسوسات. قد يصعب عليكن تصديق هذا لكنها الحقيقة. أنتن عاملات في منظمة دولية مهمتها حماية البشرية، أنا مديرها وأحتاج إلى مساعدتكن بشدة. حسناً، يبدو أنه مصر على أن يكون غريباً للغاية. يجب علي أن أتخلص من هذا الشيء. حسناً، تعرفان أن الفزع ليس جيداً لبشرتي، إذن هناك حل واحد. أنت محقة، إنه وقت طعام السوشي. نقلم الأظافر وننظف الوجه ونتناول السوشي ونهدئ أعصابنا. أنساتي أرجوكن، أحتاج إليكن. أنساتي هل يسمعني أحد؟ أكره أن أعترف بهذا، لكن لا أشعر بالهدوء. ما زلت منزعجة من الهاتف العجيب. وأنا لا أكف عن التفكير في الرجل. هل تصدقان ما قاله؟ تتصوران أننا جاسوسات؟ ما العمل كجاسوسة هو مضيعة للوقت. يبدو أن الرجل المجسم ليس لديه فكرة عما يتحدث. أقنعة الوحل بالأعشاب، قد تساعدنا هذه على الاسترخاء. تراجع، فأنا أجيد استخدام العصا. أوه، لقد أخفتني حقا. كنت أمزح. أريد الحساب. أسفة، لا أحب شجار المطاعم. ماذا تريدين مني؟ ما هي مشكلتك بالضبط؟ هذا أفضل ما في هذه الخطة، لن تكون هناك مشكلة. نفح الكيل، عليك أن تحذري مني. هل هذا أفضل ما لديك؟ يا إلهي، ما هذا؟ كيف تفعلين هذا بي؟ عندي حساسية ضد القشريات. لا أصدق. من الصعب العثور على مساعدين، ومع هذا سأستمتع بالتخلص منكن بنفسي. سنعطيك أموالنا، من فضلك لا تؤذنا. لا أريد أموالكن، أريد الانتقام من ثلاثتكن. دعنا نذهب، ونعدك ألا ترانا ثانية. نعم، سنغير أسماءنا إذا أردت. من العجيب أن هذا الأمر ليس ممتعا، ليس هناك أي تحد. لا تدعني أؤذيك. هذا مخجل. ماذا ستفعلين؟ ستسرحين شعري حتى الموت؟ كيف فعلت هذا يا أليكس؟ ليست لدي فكرة. ستدفعنا ثمن هذا. حسناً، أياً كان ما تريده منا، لنخرج من هنا قبل أن تبدأ الجولة الثانية. حسناً، ماذا يجري هنا؟ أولاً ننام على الأرض، ثم يظهر لنا من يقول إننا جاسوسات ونتعرض للهجوم في مطعم السوشي. كأن حياتنا انقلبت رأساً على عقب. انتظر لحظة، ألم تقل المرأة القبيحة شيئاً عن الحمقى؟ إنها المجموعة التي تحدث عنها العجوز. ربما لم يكذب ذلك العجوز علينا. هل نحن حقاً جاسوسات؟ هناك سبيل واحد لنعرف، علينا معاودة الاتصال بهذا العجوز. هل تعرفون أن الأدوات التي نستعملها في المطبخ تصلح أدوات للتجسس؟ مثلاً هذه الأداة تصلح أداة للمراقبة. أيضاً راقبوا كيف يمكن استخدام قطعة الجبن ذات الرائحة كأداة تتبع، ويمكن استخدام مضرب البيض في إرسال الشفرات هكذا. بعد التفكير من الأفضل استخدام أدوات المطبخ في الطبخ.